يعني انا ليش هيك حظي يا عبي؟ ليش؟ ليش رب العالمين لسه ما بعت نصيبي مثلي مثل كل هالبنات اللي بعمري؟ وانت قلتيها يا بنتي، انت نصيبك مقدر من رب العالمين، بقى ما فينا نسال ليش وكيف، بدنا نصبر. يا سلمى، الصبر مفتاح الفرج. بس انا اجا نصيبي يا بي، نصيبي اجا، بس انت السبب، انت اللي رفضته. يعني رجا من شو كان بيشكي؟ اي والله ما في منه. بعدين يا بي، يعني هيك انت ناوي تخللني عندك بالبيت مثلا؟ ليكي، رجا شاب كويس وما في منه، بس انا حبيت اختبره، طلبت منه انه يشتري لك بيت تسكني انت وياه سوا، يعني هذا اقل طلب بيطلبه الاب لبنته. فالله يرضى عليكي، اتركي امرك لله، والله وحياتك ما بخليكي إلا رضيانة. سلمى مع حق، ما كان لازم أرفض رجع، بعدين بنتي عم تكبر وما بصير ندلل عليها كتير، مثل ما غلطت والغلطة لازم صالحها بمعرفتي. مرحبا حدو. أهلين بالمعلم أبو مصطفى، الله حياك. خير؟ شو صاير؟ لك مو صاير شيء، في ولد صغير بالحاره وقع، عم جرحت رجله من سفله، حملته وركضت فيه لعند معلمي ابو رجع. معلمي ابو رجع شو قال لي؟ قال لي حطه هون وروح جيب الحكيم. راح اجيب الحكيم وجبته، اما اللي طلع استنى برا، انا واقف هون عم استنى، وان شاء الله ما في شيء. الله يجزيك الخير. الله حياك ولو هذا وعجبناه. الله يرضى عليك. خذ الحصان اربط لي اياه بالمعزبه لشوف شو صاير عند مختار. على راسي على راسي. الله حياك. اي لا تفرحي كثير في ريال خانم، احمد هذا اللي طاير عقلك فيه كان بده يعني انا بالاول. اي شبنا، يعني هو صحيح ما حكى مع ابي بالموضوع، بس بعت لي خبر وقال انه حابب يتقدم لي، قام انا رفضته. شو هالحكي هاد سلمى؟ طيب وليه رفضتي؟ هاد يا ستي من اللي انتي سمعت لك عنه سمعات، والعياذ بالله بتقب بشعر البدن. لك هذا مو طلع بس مخبى بتيابه، لا، طلع نتن وغشاش وكذاب وبخيل. لك تخيلي، لك بيغش بالمحل اللي عندهم منه، تخيلي. العمى عمى بقلبه كل هدول؟ اي والله يا فريال، مثل ما عم قلك. بقى هو شو قال لحاله لما انا رفضته؟ بنته يتيمه ولحاله من دون سند ولا اهل، بتقدم له، مين حيسال عني مثلا؟ مثلك يعني. أنا قلت إنه رب العالمين عوضني فيه عن موت أهلي، فكرته صادق وابن حلال. إيه هذا بس الظاهر يعني. شو بدك فيه أنت؟ شو بدك لك في ريال؟ خلص اتركي اتركي، لا تترددي. لكن بس أنا ضل قاعدة ببيت أبي وبتسمع عانس وأنتوا تتزوجوا؟ إيه لا والله ما حذرتوا. أمور أخي، هذا السرج من ايمتى عندك؟ اجى لعندي واحد امبارح وباعني هذا السرج. بقديش اشتريته؟ بخمس متاليك. خيو راح اعطيك 10 متاليك. لك مبروك عليك. شو يا حدو؟ في شي عندك بدك تقوله؟ والله يا معلم ماني عارفان شو بدي اقول لك. من الاخر الله وكيلك كانت اموري ضيقه. قلت لحالي بدبر اموري بهالسرنج، ما طلع قدامي غيره ودنت نفسي. ما بعرف غلطت والله العظيم، غلطت من النار قسما بالله العظيم. يشهد علي ربي، كنت بدي اعطيك ضعفين حقه. قلت حرام اخطي، هالشاب قبضاي لازم حن عليه وساعده، بس انت يا حدو استعجلت على رزقتك، قمت اكلت حرام. لو انك طولت بالك وما استعجلت كنت أكلت رزقتك بالحلال وتهنيت فيها. طمني شلون صار صغير؟ الحمد لله بألف خير والشكر إلكن يا كبير. ولو هذا واجبنا يا مختار. إيه والله وقت شفناه عم يضحك قلبنا ضحك معه. لسه قلبك رح يضحك كتير وقت رح تسمعك خبرية. خير اللي مختار؟ عضوات الحارة والتجار بالحارة تبرعوا لصندوق المخترة منشان ساعد المحتاجين والفقراء. والله خبرية بتنعش القلب، لأنه الفقراء كترانين بالحارة، وبيني وبينها كتير ناس صاروا محتاجين. معك حق أبو شكري.
ابو شكري اول واحد رح نساعده بالمصاري. ليش؟ لانه صاحب عيله وعنده بنت مريضه مسكينه عم يدفع عليها مصاري كثير. الك ابو شكري احق واحد انه نعطيه مصاري بالحاره. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك حدو. بتمنى يا مختار تقبل مني هدول المصاري زكاة لأهل الحارة. طبعا هذا الكلام من بعد إذن المعلم أبو الصيف. الله وكيلكم يا جماعة إنه ما بحيدتي غيرهم. لو ما غيرهم قسما بالله العظيم كنت تبرعت فيهم كمان. ماشي يا حدو، رح أقبل المصاري منك. معني زعلان منك كثير، مشاكلك كترانه بالحارة، وانت غلطت مع ابو الصيف، ومع هاد ابو الصيف سامحك. كلامك على العين والراس مختار. ابو الصيف تاج راسنا. اي والله يشهد ربي علي انه اصيل ابن اصيل. علمني درس ما راح انساه بحياتي. علمني انه الصبر هو مفتاح الفرج. وعلمني انه البني ادم لازم ما يستعجل على رزقه. لانه الرزق مكتوب من رب العالمين. ورب العزة والجلالة ما بينسى حدا. هدول المصاري اللي راح تحطهم بالصندوق هدول من حرمانك، وإن شاء الله إن شاء الله بينزلوا بميزان حسناتك. خير يا أبو رجا؟ قلقتني أحكي شو في؟ بصراحة يا أبو مصطفى وأنا ما أعرف شو بدي أقول لك. أنا ابني عدل عن موضوع الخطبة والزواج. عدل؟ ليش؟ شو صاير؟ رح أقول لك الحقيقة ولا تزعل مني. ابني سمع من رفيقه إنه بنتك المحروسة رايحة لعند بنت خالتها وملفقة عليه كلام كله كذب وافتراء. وأنت بتعرف ابني شب ماشي على الصراط المستقيم وما بيحب الزاحلة. فأنا فر قلبه منها. بدي ما تزعل مني يا مصطفى. هذا اللي صار والزواج اسمي ونصيب. ولا يهمك، حصل خير. يلا السلام عليكم. خير مختار؟ ليش بعثت وراي اجي بسرعه؟ شو في؟ خزنة المختار انسرقت، ولو تعرف مين اللي سرقها. لا تقول لي حدو. لا مو حدو. اللي سرقها واحد ما راح يخطر على بالك بنوم. ابو شكري، ابو شكري اللي حنينا عليه هو اللي سرق الخزنة. ابو شكري؟ هذا الدرويش؟ لك شو صاير للعالم عم تستعجل على رزقتها؟ مو حاسب حساب اخرتها؟ انا منشان شو جبتك له؟ مشان اعرف شو بدي اعمل. على الكراكون ما راح ابعته. الزلمه برقبته عيله وعنده بنت مريضه، ما راح ابعته على الكراكون. قل لي شو اتصرف. خيو راح نقدر ظرفه. شو رايك نبعت وراه يجي بكره على المضافه والي معه جوز كلام من بعد اذنك؟ ما قدرت يا بي، لا تلومني. ما قدرت شوف فريال مرتاحه ومبسوطه مع خطيبه وانا عم ينحرق قلبي من جوا من كلمة بايرة. ما بعرف شو صار لي. الغيرة والحسد خلوني احكي من دون وعي، من دون تفكير. ولما عرفت انه بدها تتركه، صدقني يا بي فرحت. فرحت من قلبي. لاني مو الوحيدة اللي رح ابقى هيك من دون زواج. يا سلمى، انتي استعجلتي على وضعك وتسرعتي بأفعالك وغيرتك. لو ما تسرعتي كنتي رح تكسبي كتير. اكسب؟ شو بدي اكسب يا يعني؟ يا بنتي رجا اللي رفضته رجعت ساعدته، استأجرت له بيت مشان تتجوزوا وتقعدوا فيه، لأنه ما حبيت شوفك مقهورة وزعلانة. وكنت اليوم بدي اجيب الشيخ يكتب لك الكتاب واعمل لك اياها مفاجأة. كان؟ ليش يا ابي؟ شو 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 صار؟ شو تغير؟ المفاجأة يلي كنت عامل لك اياها انت رديتي لي اياها. رجع عرف اللي عملتيه مع خطيب فريال ومشان هيك تركك. يا ابي شو دخل بنت خالتي فريال و شو صار؟ يا بنتي الدنيا اسمي ونصيب، وأنا زعلان عليكي
لأنك استعجلتي، وهذا درس من شان المستقبل. ما تستعجلي على شيء، لأنه اللي بدك إياه رح تحصل عليه مهما كلف الأمر. إيه بدي أسرع، بدي أسرع لما بلاقي بنتي عم تتوجع ألف وجع وما فيني جيب لها دواء. بدي أسرع لما بدي أشوف أولادي جوعانين وما معي جيب لهم لا أكل ولا شرب ولا لبس. إيه بدي أسرع لما بدي أشوفكم كل واحد ما شاء الله حولكم حامل ومحمل وفايت على بيته، لك ما حدا سأل عني. ما بدي اسرق بس خزنين، ولك لو بيطلع بايدي لاسرق الحاره كلها. لك مين قال لك ما حدا سال عنك؟ مين؟ هيا ابو الصيف، انت اول واحد كنت رح تاخذ مصاري الخزنه، واكبر حصه من الخزنه رح تاخذها انت. يا ابو شكري، انت استعجلت على رزقتك. لو يعني ما عجلت كنت اخذتها بالحلال، بس هيك اخذتها بالحرام. انت ما امنت بنصيبك، ما امنت برزقتك. لك ابو شكري، الرزقة من عند رب العالمين، بس بدها صبر، بدها صبر. ايه البني آدم لو يفكر شوي برزقته بيعرف انه حقه رح ياخده ولو بعد حين، يعني بس اصبر شوي. سبحان الله استعجلت، خلق الإنسان عجولاً.